نورة نورة يا نورة يا أحلى من رسم الصورة. شو هالحكي لك يا غياس؟ شلون بدك ياني ارجع معك على الضيعة؟ وشغلي هون شو بعمل فيه؟ عمك فتح مطعم الضيعة، غنى بده حد يغني غيره. شباب زريف، شبابك انبسطت وبين سنة لك عم تصفن كمان؟ معقول عم تفكر تتركنا وتروح يا زلمة؟ بدي رأيك ونصيحتك. عاد خليك قاعد خليك قاعد خليك قاعد. والله يا زر شو بدي لك ما بعرف، بس يعني هيك قضية أنت لازم تقرر فيها، هذا مصيرك وأنت لازم تحدد يا هيك يا هيك. طيب معلم، أنا فيني أطلب منك طلب؟ هي لك كان طلب شو هو؟ معلم، في شغلتين هن أهم شغلتين إلي بحياتي. أول وحدة الغني، والثانية الثانية شغلة خاصة ما فيني أقول لك عليها. شو المطلوب؟ فيني روح جرب اسبوع بمطعم عمي، واذا ما عجبني الجو ارجع لهون؟ طبعا لا معلم، اعتبرها اجازه، يعني انا خايف هونيك ما يعجبني الجو او اشتاق لهون وما قادر ضل. لا يا زوربا، انا ما عم بحكي هذا الكلام لمصلحتي، لا، هذا الكلام لمصلحتك انت. انت لازم تكون رجال، وقت بتاخذ القرار لازم تتم واقف عنده. لك بدك تروح الله معك، بدك تضل هون بدك تضل، خذ قرارك وانتهينا، بس وين مصلحتك روح معه. طيب معلم، خليني افكر لبكره وببقى برد لك خبر. ايه اللي بريحك سوي. يلا عن اذنك، مع السلامه. مرحبا نوره. اهلين. نعم. في موضوع بدي احكيه معك. ايه علينا، ما خلصنا بقى من مواضيعك، شو بدك؟ أنا بدي أرجع على الضيعة، إجاني شغل هنيك، عمي فتح مطعم وبدي روح غني فيه. يعني بدك ياني صفي لك حسابك. أوكي، بس أعطيني 5 دقايق بخلص شغلي وبرجع بحكيك. شو بقى؟ روح تكني شوي، 5 دقايق هلا برجع. يعني ما تأثرتي لأني بدي أترك الشغل؟ اتأثر؟ لشو دخلي أنا اللي أتأثر فيه؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ قلت لك ما رح أتأثر.